حمد لله على السلامة يا أبو العيلة. ألف حمد لله يا سيد الرجال. حمد لله على سلامتك أنتي. تاني مبسوط انبساط. يا أبوي أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه ولا إيه. لا يا أخوي، قول وقول وقول وسمعني وشجيني. وبعدين إذا ما كنتش هتقولي في يوم زي ده يا أبو العيلة وتسمعني في ساعة زي دي، يبقى هتقول إمتى يا راجل؟ طب تصدقي؟ أنا مبسوط إن جناب العبيط المأمور دي عمل ويانا اللي هو عمله. أي والله. إشمعنى؟ ما هم ما كانش عمل كده كان زماننا ما اديناهوش بالخماسي على قفه، ولا كان زماننا عرفنا نثبته عند حد، ولا نعرفه مقامه. استنى بس. استني انا مش قادر استني. استنى يا سيد الرجاله لما نفرح الفرحه الكبيره ونمسح بكرامه المأمور ده ارض البلد المعفنه دي كلها. نمسح بيه ارض البلد هو واي حد يقف وسطيني. يلا بقى. الله ما تستنى. استنيني تاني. يلا بقول لك. صباح الخير. يلا يا ابو العيله لحسن الفطار بقى بارد قوي. انا جيت اهو. يا نعم. أنا أنت حظك مش سامي يا راجل أنت. أي والله. مهاني لو مش قايم مزاجي عنب ومبسوط ومش عايز أي حاجة تعكنني، لو مش كده كان زماني عامل لك مصيبة ولبستك تهمة التهكم علينا في الدار كده. افترضت. بسم الله معاني. اهو واجب وشكرانية مني على اللي انت عملته ليلة امبارح. ما عشان كده يوه يا ابو العيلة مش هتفطر؟ طب ونعمل افطر واسيبك. ونعمل ايه في اللي جه سد نفسي دي؟ يا جماعة انا والنبي لا تدوق الجبنة دي حلوة قوي. حلوة دوق يا حبيبي. الله حلوة. طعم طعامي. بس هي الجبنة ولا الإيد اللي جابت الجبنة؟ حبيبي. امشي يا جماعة لو ممكن نتكلم. وأنت جاي تتكلم معانا في إيه أصلاً؟ وإيه اللي جابك هنا؟ اتفضل يلا اطلع بره. بدل ما لبسك مصيبه فوق المصايب يا اخويا اللي انت شايلها فوق دماغك انت والسفل العمده بتاعك. يلا يا راوي رواي امه يظهر كده. انا حاسس ان البيه المأمور كان فاهم غلط مش كده؟ اتفضل يا بيه اقعد. معلش يا حبيبتي تعملي لنا كوبايتين شاي كده ولا تشربي ايه؟ شاي. يلا يا راوي. يلا اما انت عايزه الراجل يقول عليا جوزي الست؟ معاش ولا كان يا اخويا اللي يقول عليك كده؟ ده انت سيدي وسيد الكل وفوق الكل. يا باشا اللي سامع اهو. بداية انا اسف على اللي حصل امبارح. ايه كلام حلو. اي والله. وبعدين السلام عليكم. اهلا يا عمدة. انا عارف ان انت زعلان مني واخد على خاطرك عشان اخر مرة انا ما عرفتش استقبلك كويس. والله كان عندي مشكلة ما بعدها مشكلة وكانت دماغي مقلوبة على الاخر. لا ما فيش حاجة يا عمدة. خير. ليه مالك؟ متغير كده ليه؟ أنا؟ لا أبداً، أنا عالي العالي يا سيدي. طب يا سيدي إن شاء الله دايماً. خلينا بقى في موضوعنا. شوف بقى سعادتك
الواد ابو العيله وراويه دول لازم نخلص منهم نهائي. والله انت كان عندك كل الحق لما قلت ان البت راويه دي لازم تتادب وتقف عند حدها. اي والله امال كان عندك حق يا باشا. هي بقى اللي مقوياها بفلوسها واملاكها. احنا بقى عشان نكسر شوكتهم لازم تاخد منها كل فلوسها واملاكها دول. بقول لك ايه يا عمده، انا مش عايز اعمل مشكله من مفيش. اهم حاجه لازم نعالجها دلوقتي هي حكايه الجهاديه دي قبل ما ننكشف كلنا ونروح في 60,000 داهيه. ايه ايه فيه ايه مالك كده يعني بتقفل على موضوع ابو العيله وراوي؟ عشان في حاجات اهم يا عمده. لا انا كده الفار بقى يلعب في عبي. في حاجه انا مش عارفها. حاجه ايه يا عمده؟ انا اللي بسال. في حاجه انت عارفها وانا مش عارفها. هي ايه الحاجه دي يا سيدي؟ مفيش. طب شوف بقى سعادتك، اذا كانوا هم اشتروك ولا ماسكين عليك زله، فاني بقى مش هسكت وهعتبر انه بادي ان انا لجيت ولا شفتك ولا قابلتك ولا اتكلمنا في حاجه خالص. وهقول لك كلمتين اتنين. سلامه عليكم. لا انا راجل حقاني وافهم في الاصول يا عتمان، وانت عارفني كويس. ومادام حفيظه اختي وافقت على انك تتجوز عليها تبقى هي حره ومسؤوله عن موافقتها، وتحمل انت بقى يا حبيبي شغل الضراير. طول عمرك راجل يا سيد. بس بقول لك ايه يا عتمان، مش حفيظه وسيرتها اللي خلوك تشيعوا لي عشان اجي. وابو المفهوميه كمان يا سيد. خير يا عتمان؟ لا هو يعني مش خير قوي يعني. هو قول لي الاول اخبارك ايه مع المأمور الجديد؟ من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه ايه؟ يعني مش زيه زي المأمور القديم؟ انا عارف ان انت بدأت مع المأمور القديم لوحدك بطولك يعني. كان هو بقى يدلك على بيت شيخ بلد تروح تسرقه ويأمنك وتسرقه لحسابه هو، ومره تانيه على بيت عمده، على بيت بيه من البهوات الكبار باشا، وقعدت تتوسع لما بقالك رجاله وبقيت يعني رئيس عصابه. انا مش بحسد. بس انا بطلت الشغل ده يا عتمان. ما انا قلت كده برضه. يعني اول ما جه المأمور الجديد قلت السيد هيقع، لازما يقع، حتما يقع. ولما تلاقيتك ما وقعتش يعني استغربت. شوف يا عتمان، انا الحمد لله ربنا كرمني اخر كرم ومعايا اللي يكفيني، وتعبت وعايز اعيش حياتي بقى واشوف الدنيا فيها ايه. طب ما تخلي دي اخر شغلانه وبعديها بقى عيش حياتك وارتاح زي ما انت عايز. اصل انا ليه عندك طلب. هو مش طلب، هو خدمه. مش خدمه كمان، دي خدمه كبيره قوي، وهديك عليها فلوس، هديك اللي انت عايزه وزياده كمان. اصل انا الحقيقه يعني فكرت في الحكايه دي كتير ولقيت الحل، وهو ده الحل الوحيد والاخير، وما يعملوش غيرك انت يا سيد. بس بشرط انت لو ما وافقتش على الحكايه دي انا مش هزعل، بس انت بقى لا تسالني ولا تعاتبني ولا تأنبني. خدمتي يا عتمان. الوضع الوان اخويا،